السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بلال عبد الكريم لـ OGN. والآن نحن مع النقيب ناجي مصطفى، وهو المتحدث الرسمي للجبهة الوطنية. وأريد أن أقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف ترى الحالة العسكرية في المناطق المحررة في الوقت الحالي؟ طبعا اليوم عصابات الأسد ومن خلفها قوات الاحتلال الروسي جاءت في هذه الهجمة الشرسة البربرية باتجاه احتلال مناطق في المناطق المحررة لإدلب ومحيطها وريف حلب الغربي والجنوبي والشمالي. هذه المعارك الشرسة التي وضعت قوات الاحتلال الروسي كل إمكانياتها العسكرية وترسانتها العسكرية، إضافة إلى تواجد الضباط الروس من خلال القوات الخاصة الروسية التي تشارك القتال لجانب عصابات أسد في هذه المحاور. هناك محاور كثيرة افتتحتها هذه العصابات وهذه قوات الاحتلال الروسي. محاور القتال اليوم هي عبارة عن ريف حلب الشمالي، محور اكثار بذار وشويحنا والصحفيين، إضافة إلى الراشدين الرابعة والخامسة وخان طومان، إضافة إلى محاور قتال في ريف إدلب الجنوبي الشرقي من أبو جريف إلى مناطق تل أغر والكتيبة المهجورة إلى مناطق مرد ومعر دبسة إلى كفر بطيخ وداديخ. هذه المعارك التي تحدث على مدار الساعة تقوم الفصائل الثورية ببذل كافة طاقاتها وجهودها للصمود والثبات، وتخوض أشرس المعارك مع هذه العصابات والميليشيات الإيرانية والروسية. طبعا هناك محاولات كثيرة للتقدم، تقوم الفصائل باستخدام تكتيكات عسكرية معينة للتصدي لهذه المحاولات وإفشالها من الكر والفر والهجوم المعاكس واستخدام المدفعية الصاروخية، إضافة صواريخ الميم دال، إيقاع خسائر كبيرة في صفوف قوات العدو. خلال الخمسة أيام الماضية أكثر من 40 عربة مدرعة لعصابات الأسد والميليشيات الطائفية تم تدميرها بصواريخ الميم دال، وقتل أكثر من 600 قتيل لعصابات الأسد على هذه المحاور خلال العشرة أيام الأخيرة، في صمود أسطوري وبطولي للثوار على هذه المحاور وهذه الجبهات. هل دخولكم من درفورات، وكثير من الناس يعتقد أنكم جئتم من درفورات، هل دخولكم كان سهلا أو تحت مفاوضات أم ماذا؟ طبعا الجبهة الوطنية للتحرير هي متواجدة على كافة الجبهات وتخوض المعارك منذ سنة كاملة على هذه الجبهات، وهي لها نقاط رباط متواجدة على كافة الجبهات من الساحل إلى حلب إلى أدلب إلى حماة إلى ريف أدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي. اليوم الفصائل الثورية المتواجدة في الريف الشمالي وهي الفيالق الثلاث التابعة للجيش الوطني جاءت وأرسلت قوات ومجموعات لتعزيز الجبهات والمساهمة في تصدي لهذه الحملة الشرسة التي تقودها قوات الاحتلال الروسي والميليشيات الإيرانية. كان هناك بعض المفاوضات وتم تسهيل دخول هذه المجموعات وهذه القوات على الجبهات، وتم توزيعها على محاور القتال واستلامها لنقاط رباط في الخطوط الدفاعية والمساهمة في التصدي وعمليات التصدي للعصابات الأسدية، وستشارك في العمليات أيضا الهجومية لاستعادة المناطق التي تم احتلالها من قبل قوات الاحتلال الروسي وعصابات الأسد. البعض يعتقد أن جبهة وطنية ذراع أنكرة وتركيا، هل مضبوط هذا؟ هل لديكم الحرية في حركات في المناطق المحررة؟ طبعا الجبهة الوطنية للتحرير هي نتاج تشكيل الفصائل الثورية التي تشكلت منذ بداية الثورة لحماية المدنيين وحماية الثورات المظاهرات السلمية التي خرجت ضد عصابات الأسد ونادت بإسقاط بشار الأسد، هذا المجرم الطاغي الذي لم يترك نوع من السلاح إلا قام باستخدامه وارتكاب المجازر بحق الشعب السوري، والذي أتى بالميليشيات الإيرانية والروسية لتمارس القتل الممنهج بحق الشعب السوري. هذه الفصائل الثورية هي شكلت من بداية الثورة وهي تقاتل تاريخ اليوم هذا النظام المجرم الطاغية. نعم هناك مصالح مشتركة، واليوم الجانب التركي قام بدعم الثورة السورية منذ بدايتها، دعم المظاهرات السلمية، ومن ثم عندما انتقل الأمر إلى العمل المسلح للتصدي لهذا النظام المجرم الذي أوغل بقتل المدنيين العزل ومظاهرات السلمية بالدبابات والسلاح المدفعي والطائرات،
هناك مصالح مشتركة للجانبين. تم تقوم الجانب التركي اليوم بتقديم الدعم للجبهة الوطنية للتحرير دعما ماديا ولوجستيا وبعض الذخائر. هذه إنما هي مصالح مشتركة متبادلة ما بين الجانبين. الجانب التركي الذي قام بدعم القضية الحق، قضية الشعب السوري الذي نادى بالحرية والعدالة ونادى بإسقاط النظام المجرم. كثير من الناس هنا في سوريا يعتقد أنهم لم يستفدوا من النقط التركية، وفي نقط جديدة في سراكب. هل تظن الشعب السوري سوف يستفيد من هذه النقط الجديدة؟ طبعا النقاط التركية جاءت توضعها في الشمال السوري نتاج اتفاقيات أستانا وسوتشي، في ظل هذه الاتفاقية التي لم يلتزم بها قوات الاحتلال الروسي ولا عصابات الأسد. منذ البداية قامت بخرق هذه الاتفاقيات. يقوم الجانب التركي بالبذل الجهد الكبير للدعم السياسي لمنع هذه المجزرة التي تقوم بها عصابات الأسد وقوات الاحتلال الروسي سياسيا، وأيضا من خلال توضع هذه النقاط والنقاط الجديدة لمنع محاولة منهم لمنع تقدم قوات العدو إلى هذه المناطق الأهلة في السكان، ولإيقاف هذا التقدم ولمنعهم من ارتكاب المجازر بحق المدنيين. ولكن اليوم روسيا لا تقوم بهذه العمليات وهذه المجازر، ولا لم تلتزم بأي اتفاقية كانت، ولا حتى سوتشي أو أي آخر تريد اليوم ارتكاب المجازر وتقوم بضرب هذه الاتفاقيات بعرض الحائط. جزاك الله خير. أنا بلال عبدو كريم مع النقيب ناجي مصطفى، وهو المتحدث الرسمي لجبهة وطنية. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.